هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنبدأ بقى نكمل مع بعض في الفيديو ده، lesson 2 في unit 1. الفيديو اللي فات كان فيه شرح اللسن الاولاني، انا هحطه في الديسكربشن بوكس عشان لو حد حابب يرجع له. ويلا بينا بقى نبتدي الدرس التاني في اليونت، وهو بيتكلم عن الدايجستيف سيستم، يعني النظام او الجهاز يعني الهضمي. اول حاجة عندي هنا بيشرح لي الاجزاء بتاعة الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. اول حاجه اسافاجوس اللي هو المريء، نطقها تاني اسافاجوس، ماوث البق، ستومك يعني المعده، لارج انتستين تاني، لارج انتستين الامعاء الغليظه، وبعدين سمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه. كده انا خلاص بقيت عارف الدايجستيف سيستم كله تكوينه ايه. نشوف الكلمات اللي هي extra، body يعني جسم، salt ملح، energy طاقة، healthy صحي، digestion يعني عملية الهضم، nutrients اللي هي العناصر الغذائية، gastric juice عصارة المعدة، waste اللي هي الفضلات او المخلفات بتاعت الجسم يعني اللي احنا مش بنحتاجها في النهاية. نيجي بعد كده نشوف الصفحة اللي بعدها. طبعا انا زي ما بشرح باستمرار ان سنة رابعة انا بستخدمها كتاب المعاصر. نشوف الـ conjugations of verbs اللي هي تصريف الافعال، عندنا الـ present والـ past المضارع والماضي، digest digested، complete completed، remove removed، chew chewed، change changed، mix mixed. طيب digest يعني بيهضم، complete يكمل، remove يعني بيطرد او بيزيل، chew يعني بيمضغ او يمضغ، انا مش عارفه هي بتتقال ازاي باللغه العربيه الفصحى، change يعني بيغير، mix بيمزج او بيخلط. بعد كده عندي هنا put go went eat ate take took. put اللي هي يضع، go يذهب، eat ياكل، و take يعني بياخذ. مهم جدا ان احنا نحفظ الفيرس دي لانها هتفيدني جدا جدا في الجرامر. ما تفوتوش دايما حفظ الconjugations بتاعت الفيرس علشان هتفيدكم على مدار السنين مش بس في سنة رابعة. نكمل important expressions and prepositions، التعبيرات بقى والحروف الجر المهمة اللي موجودة في اللسنز نفسه. go from to يعني go from كذا to كذا، بقول ان هي بتنتقل من المكان الفلاني الى المكان الفلاني، فنخلي بالنا من from من to. هي لما اقول move from to يعني بتتحرك برضو من كذا لكذا. remove waste يعني يطرد الفضلات، chew food with يعني بيمضغ الطعام باستخدام، change into بيتغير او بيتحول، ودي مهمة جدا، change into a simpler form يعني شكل أبسط، simpler form، get energy يعني بيحصل على الطاقة، mix with يختلط بي، دي برضو مهمة، go down يعني بينزل، arrive in يعني يصل إلى. يبقى go down و arrive in دي بتتكرر معايا كتير في شرح اللسن ده. بعد كده عندي بقى الكلمات، طبعا احنا قريناهم، لما هنحفظ صح هنعرف نحلهم، موضوع سهل خالص. نشوف بقى اللسن ذات نفسه، مكتوب هنا what happens in our body when we eat food، ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل طعام. والميزة في كتاب المعاصر اللي بقررها للمرة المليون انه كله مكتوب عربي وانجليش. طيب number one، the esophagus goes from the mouth to the stomach، يعني المريء اللي هو الإسافاجس بيمتد من أول الفم، من أول بقنا لغاية المعدة، أهو mouth لحد الستومك تحت. بعد كده when the food moves from the esophagus، لما الطعام بينتقل أو بيتحرك يعني من خلال المريء to the stomach عشان يوصل للمعدة، the gastric juice digests it يعني العصارة الهضمية دي اسمها كده gastric juice، اسمها عصارة هضمية اهي، digests it يعني بتهضم الاكل ده. طيب number three، food moves from the stomach، بعد كده الاكل بيتحرك من المعدة عشان يروح to the small intestine، عشان يروح للامعاء الدقيقة اللي هي شكلها دي، ممكن اجيب لون مختلف شوية اهي،
اللي هي الصغيرة دي اللي جوه هنا دي، دي اسمها small intestine to complete the digestion، علشان أكمل عملية الهضم. يبقى food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion. آخر حاجة خالص the large intestine، الأمعاء الغليظة اللي هي بقى لونها orange دي، okay is around the small intestine، بيقولي إن هي بتحيط أو هي حوالين يعني الايه الأمعاء الدقيقة. It takes water and salt from food for the body، هي بتاخد المية والملح من الأكل علشان تديل الايه للجسم ذات نفسه. It removes waste، وإن هي في الآخر بتزيل الفضلات. يبقى أنا بتكلم أول حاجة إن أنا باكل، الأكل ده بيدخل من الماوث، بيتحرك من خلال الإسافجس عشان يوصل للستومك اللي هي دي. بعد كده جوه الستومك عندي حاجة اسمها gastric juice اللي هي العصارة الهضمية، تهضم الأكل أو بتديجست الفود اللي هو جوه المعدة ده، وبعد كده الطعام ده بيتحرك ويروح للسمول انتستين اللي هي شايف لونها بينك هنا دي كده، وانا عماله اعمل عليها بالبلو دي، اسمها الامعاء الدقيقه بالانجلش سمول انتستين. بيكمل جواها عمليه الهضم اللي هي بنقول to complete the digestion، وبعدين بيفهمني ان اللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه اللي حوالين السمول انتستين دي بتاخد الميه وبتاخد الصوت water وصوت من الطعام من الفود for the body عشان تديل الجسم، وبتعمل ايه removes waste بتزيل الفضلات. اوكي كده خلاص الدرس خلص. I think هو سهل خالص. مكتوب هنا بقى the human digestive system، الجهاز الهضمي للإنسان. نشوف هنا when we eat، لما بناكل we use our digestive system، بنستخدم الجهاز الهضمي الخاص بينا to digest what we eat، علشان نهضم اللي احنا أكلناه. We put food in our mouth، بنحط الأكل في بقنا. We chew food، بنمضغ الطعام. With our teeth، بسننا. Then the food goes down the esophagus، وبعد كده الطعام بيتحرك من خلال المريء بتاعنا، بينزل تحت. Goes down، بينزل لفين بقى؟ It arrives in the stomach، ويوصل المعدة. In the stomach، في المعدة. The food mixes with the gastric juice، الطعام بيختلط بيه العصارة الهضمية اللي هي الgastric juice. The gastric juice changes the food، العصارة الهضمية دي بتحول أو بتغير الطعام into a simpler form، بتحوله لشكل أبسط أو form أبسط to get energy، عشان نحصل على الطاقة. And the nutrients، والعناصر الغذائية. We need the energy and nutrients in our body، وطبعا الحاجات دي احنا بنحتاجها لجسمنا سواء كانت الطاقة او العناصر الغذائية. الميزة بقى ان كل الكلمات الصعبة الكتاب مكتوب اهو، يعني مثلا هنا عندي number one digestive system، هلاقيها مكتوبة الجهاز الهضمي. two يمضغ، يعني هو بيبدأ يقول لي تاني الكلمات كأنه بيراجعها معي. عندي هنا key vocabulary nose اللي هي الأنف، lungs اللي هي الرئتين، diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز، ال pH تاني متكررة معايا زي في esophagus، والجهاز اللي هنتكلم عنه المرة دي هو ال respiratory system، الجهاز التنفسي. يبقى احنا كده خلصنا الأول في part 1 digestive system، وبعد كده دخلنا في respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. نقرأ بقى الكلمات. الميزة هنا ان عندي الكلمة بالانجلش وبالعربي، وكمان الديسكريبشن بتاعها او الديفينيشن يعني الوصف بتاعها انجلش وعربي برضو. اول حاجة breathe يعني يتنفس، to take in oxygen ان احنا بنتنفس الاكسجين، and give out carbon dioxide وبنبدأ نخرج ثاني اكسيد الكربون. nose معناها انف، this is in the center of the face يعني دي موجودة في منتصف الوجه. lungs اللي هي الرئتين، we have two of these عندنا اتنين منها، they are inside the body هما جوه الجسم، عندي two lungs.
بعد كده diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز بنقوله ازاي بالانجلش. This is a muscle under the lungs. هي عبارة عن عضلة اسفل الرئتين موجودة هنا اهي، وهو شرحها لي سواء بالانجلش او في الصورة ذات نفسها. pump يعني بيضخ. to move quickly from one place to another ان انا انقل او الدم يعني بيتنقل من مكان لمكان بسرعة جدا. نبدأ نشوف بعد كده الكلمات اللي احنا اخدناها. carbon dioxide اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. smoke دخان. balcony اللي هي البلكونة. oxygen اللي هو الغاز الاكسجين. air هواء. blood يعني دم. وتاني عندي شوية conjugation of verbs زي use, used, breathe, breathed, pull, pulled, push, pushed, stay, stayed, exercise, exercised, move, moved, drink, drank, put, put, go, went, give, gave. معانيهم I think مش هحتاج ان انا بقى اقولهم. يعني مثلا عندي هنا use يستخدم، breathe يتنفس، اقروهم وهتبقى الدنيا سهلة عشان وقت الفيديو. بعد كده عندي هنا important expressions and prepositions. move quickly from يعني بيتحرك بسرعة من. take in oxygen يعني بيستنشق الأكسجين، يستنشق اهي take in. give out اللي هي بيخرج يعني carbon dioxide. in the center of the face في منتصف الوجه. inside the body جوه الجسم. through nose من خلال الأنف. through دي الكلمة دي على فكرة مهمة. breathe in يعني بيستنشق. breathe out يعني بيخرج الزفير او اللي هو دي كده مش عارفة بقى باللغة العامية اسمها ايه. المهم ان لما بستنشق يبقى breathe in، ولما بيبقى يصفر او مش عارفة بتقال ازاي باللغة العربية الفصحى معناها breathe out. go up يعني بيرتفع، و go down معناها بينخفض. pump blood around the body بالراحة اهو. pump blood around the body يعني بيضخ الدم حول الجسم. push air out يعني بيدفع الهواء للخارج، و pull air into بيسحب الهواء للداخل، يبقى push يدفع و pull يسحب. stay away from يبقى بعيدا عن، و drink plenty of water يعني بيشرب الكثير من الماء. خلاص كده انا عرفت الwords معانيها. ابدأ اشوف بقى اللسن ذات نفسه بيقول ايه. the respiratory system الجهاز التنفسي. number one we breathe through our nose احنا بنتنفس من خلال انفنا. بعد كده the diaphragm goes down فيبدأ الحجاب الحاجز ينخفض. number three the diaphragm pulls air into our lungs بيبدأ الحجاب الحاجز ده يسحب الهواء جوه الرئتين بتوعنا. then when the air arrives in our lungs لما الهواء بيوصل جوه الرئتين بتوعنا. the oxygen goes into our blood الاكسجين ده بيبدأ يدخل في الدم بتاعنا. the heart pumps the blood around our body بيبدأ القلب يضخ الدم حوالين جسمنا. واخر حاجة خالص the diaphragm goes up and pushes the air out of the out of our body يعني بيبدأ الديافرام ده بيتحرك لفوق يرتفع and وبيبوش يعني بيدفع الهواء خارج جسمنا اللي هو عملية الزفير اللي احنا بنعملها اللي هي تبقى بعد ما تنفسنا خلاص. فدي الخطوات. يبقى اول حاجة انا هتنفس من خلال مناخيري. تاني حاجة ان انا عندي الديافرام الحجاب الحاجز بتاعي هيروح منخفض ويدخل الهواء جوه اللونجز. اللونجز لما بيبدأ الأكسجين بيوصل لها بتنقل الأكسجين ده انه يروح في البلد بتاعنا دمنا، وبعد كده القلب يبدأ يضخ الدم حوالين الجسم كله، وفي النهاية خالص الديافرام الحجاب الحاجز بيرتفع moves up يرتفع وpush وبيدفع الهواء خارج الجسم بتاعنا. دي عملية التنفس اللي احنا بنشرحها بشكل بسيط جدا. بعد كده هو مديني هنا برضو معلومات زيادة شوية. مكتوب our respiratory system جهازنا التنفسي. we use our respiratory system احنا بنستخدم جهاز التنفسي بتاعنا. when we breathe لما بنتنفس. we need oxygen احنا بنحتاج اكسجين in our bodies جوه اجسامنا. we breathe in air through our nose وبنتنفس الهواء ده من خلال مناخيرنا.
our diaphragm goes down، فيبدأ الحجاب الحاجز ينخفض زي ما شرحنا في الجزء اللي فات. It pulls air into our lungs، ويبدأ إنه هو ياخد الهواء جوه اللونجز بتاعتنا، جوه الرئتين بتوعنا. In the lungs، جوه بقى الرئتين، the oxygen from the air، الأكسجين اللي موجود جوه الهواء ده، goes into our blood، بينتقل للدم بتاعنا. Our heart pumps this blood، القلب بتاعنا بينبض أو بيضخ الدم ده حوالين around our body، يعني حوالين جسمنا. The diaphragm goes up، يبدأ بعد كده في النهاية الحجاب الحاجز يرتفع، ويت بوش وبيدفع زي ما اتفقنا الهواء with carbon dioxide، بثاني أكسيد الكربون، out of our lungs، بره الرئتين بتوعنا. يعني خلاص الحجاب الحاجز ارتفع فدفع الهواء لبره، والهواء ده بيبقى خارج عبارة عن ايه؟ بيكون carbon dioxide، ثاني أكسيد الكربون. We breathe out، وبكده بنبقى بنعمل عملية الزفير أو بنطلق زفير اللي هو الشكل ده. مديني هنا كده grammar tip بسيطة، الامبيراتيف ده اللي هو صيغة الأمر. لما أقولك اكتب الدرس أو كل الأكل اللي قدامك ده، بديلك order معين بصيغة أمر. فمكتوب هنا إن الـ usage اللي هي الاستخدام يعني to give orders and instructions، بستخدم الامبيراتيف ده عشان أو صيغة الأمر دي يعني علشان أدي لك أوامر أو تعليمات، orders or instructions. الformation يعني التكوين بتاعه، بعمل ده إزاي؟ بحط الverb infinitive، يعني الverb زي ما هو كده، أقول لك مثلا drink your juice، eat your food، هو الverb ما بزودش عليه أي حاجة. فمثلا هنا مكتوب drink plenty of water، اشرب الكثير من الماء. I think سهلة خالص، ما فيهاش أي حاجة. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وهو lesson 2. هو كان أكبر شوية من lesson 1 وأصعب، درسنا فيه 2 systems اللي هو ال digestive system الجهاز الهضمي، وال respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. أتمنى يكون الفيديو كان سهل عليكم، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس، وعرفوني لو محتاجين مساعدة في أي حاجة. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي عشان نكمل بقية lessons اللي عندنا في unit 1. Thank you so much for your time and bye.